تدخلت وحدة الثانوية الحماية المدنية عين الملح مدعومة بالوحدة الثانوية لبوسعادة وبن سرور وكذلك الوحدة الرئيسية لمسيلة من أجل حالة تسمم أفراد، 6 أفراد يعني توفوا وربي يرحمهم جراء تسمم غاز أو أكسيد الكربون، فيما تم إسعاف وإنقاذ الأب إلى مستشفى عين الملح. الحادث وقع على مستوى بريدية عين الملح بحي البساتين. أعمار الضحايا تراوح ما بين 47 سنة و4 سنوات. نترحم على هذه العائلة اللي يعني توفيت، نتمنى لها أن يرزق أهلها وذويها الصبر وأن يسكنهم فسيحة، أن يسكنهم الله فسيحة جنانه. وبهذه المناسبة قررت السلطات القضائية فتح تحقيق ابتداء من اليوم لمعرفة ملابسة هذا الحدث.